بهالترانيم الجميلة، وأكيد كلنا عم نعيش موسم عيد الميلاد المجيد، ينعاد يا ربي على الجميع بألف خير. بدنا نعيشكم كمان اليوم من خلال حلقتنا بيوم جديد كيف أجواء عيد الميلاد بفلسطين وتحديدا ببيت لحم مهد المسيح ومن أمام كنيسة المهد. أكيد معانا زميلنا معاوية الرياشي وضيفه أكيد الأستاذ أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم اللي تعتبر يمكن من أقدم البلديات بفلسطين. كل سنة وأنتم سالمين معاوية أكيد وأستاذ أنطون، ونيالكم أجواء بتاخذ العائل أكيد. نعم، صباح الخير ألكسندرا، وصباح الخير لكل مشاهدين التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد على امتداد رقعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا دولة فلسطين العربية. احنا زي ما حكيتي موجودين في ساحة كنيسة المهد، هذه الساحة التي تتعانق فيها الكنيسة مع المسجد مهد السلام والمحبة، ساحة المهد. اليوم بنتحدث من هذه المدينة الجميلة التي تحتفل بأعياد الميلاد بفلسطين الحبيبة. احنا نتحدث عن فعاليات امتدت من 29/11 ستمتد لغاية 18/1، فبنحكي عن يعني ما يقارب يعني اكثر من 20 يوم من الفعاليات المستمرة هنا في بيت لحم وفي ساحة المهد، وهذه الفعاليات تمتد في مختلف مناطق بيت لحم وليس فقط في كنيسة المهد. طبعا الأستاذ أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، أنا بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك ويا مرحبا على شاشتنا، شاشة التلفزيون الأردني. صباح الخير وكل عام وأنت بخير، أنت وجميع السادة المشاهدين، وإن شاء الله أنه السنة بكون الميلاد ميلاد خير على الجميع. نعم أستاذنا، يعني التحضيرات الكبيرة للاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وأنتم كبلدية بيت لحم يعني يقع على عاتقكم جانب كبير من هذه التجهيزات، سواء كانت التجهيزات اللوجستية والتجهيزات الأمنية، نتحدث عن هذه التجهيزات. يعني موسم الميلاد في بيت لحم موسم مهم، لأنه موسم يمتد من بداية كانون الأول وحتى 20 من كانون الثاني، يمتد مدة 50 يوم، وهو موسم قياسا مع باقي الدول العالم ومدن العالم هو الموسم الوحيد اللي بيمتد للميلاد مدة 50 يوم في احتفالات، لأنه نحن بنحتفل في الميلاد في بيت لحم بثلاث مناسبات اللي هو التقويم الغربي والتقويم الشرقي وكمان في عندنا مرتبية الأرمن. فاحتفالات بيت لحم في احتفالات طويلة، وإحنا من خلال هذه الاحتفالات وهذا الموسم بنحاول نستقطب أكبر عدد ممكن من الزائرين للمدينة من خلال الفعاليات المختلفة اللي بتقوم فيها البلدية. السنة كانت فعالياتنا لغاية الآن مميزة وناجحة الحمد لله، وبنتوقع أنه نحن في المرحلة القادمة راح نستمر بالفعاليات. في عنا نحن بعد باثنين كانون الثاني في عنا مسيرة اسمها مسيرة المجوس، وراح يكون فيها مشاركة من الخارج، وفي عنا كمان بثلاث شهر فعالية للأطفال، ويوم 4 شهر في عنا كمان أمسية ثقافية بمشاركة العديد من الدول الممثلة في فلسطين. سيدي نتحدث عن الوفود اللي راح تدخل إلى ساحة المهد، احنا بنعرف انه راح تدخل تقريبا 6 وفود، فنتحدث عن هذه الوفود. يعني حاليا الوفود القادمة هي راح تكون وفود رسمية على قادمين لدى فخامة الرئيس محمود عباس لدى دولة فلسطين، وهذه وفود رسمية، وبالتالي بيكون بروتوكول الرئيس هو الجهة المشرفة على دخولهم لبيت لحم وعلى مشاركتهم في احتفال منتصف الليل، وأثناء مكوتهم بيكونوا هم ضيوف على فخامة الرئيس، وبالتالي البروتوكول هو المسؤول عن ترتيباتهم. نحن إذا طلب منا في هذا الجانب أي أمر نحن بنقوم فيه ضمن ترتيبات بروتوكول الرئيس لاستضافة ضيوفه. نعم.
نتحدث قليلا عن القداس الذي سيقام في كنيسة المهد ليلة 24 على 25. طبعا هو القداس الاحتفال السنوي اللي بترأسه غبطة البطريرك اللاتيني في القدس، وحاليا لأنه في مدبر رسولي هو يترأس الاحتفال، وهو قداس الميلاد، هو قداس اللي بيتم فيه يعني الاحتفال بميلاد الطفل يسوع في مغارة بيت لحم. بتخلى للقداس مشاركة فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتورة أمل حمد الله وممثلين أو قناصل الدول المعتمدة في القدس الأربعة الكاثوليك اللي هم فرنسا إيطاليا إسبانيا والبلجيك، وأيضا بيكون في هناك الضيوف الرسميين على فخامة الرئيس اللي هم كمان بيكون لهم دور في المشاركة، لأنه عادة الكنيسة في داخل الكنيسة بيكون الصلاة وقوف باستثناء المقاعد الرسمية اللي مخصصة للدول الكاثوليكية والمخصصة لدولة فلسطين. الأستاذ أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، أنا بدي أشكرك وبدي أقول لك دائما صباح الخير لك ولكل أهلنا في بيت لحم وفي فلسطين الحبيبة. حياك الله وصباح الخير لجميع أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده، وصباح الخير لشعبنا الأردني على وقفته الدائمة مع شعبنا الفلسطيني. شكرا للجميع. شكرا يا سيدي. إذن مشاهدينا، يعني كانت هذه المقابلة هي يعني نوعا ما تعريفية لما حصل وسيحصل من خلال الأيام القادمة من فعاليات لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، وطبعا كثير من هذه التفاصيل وتقارير منوعة كثيرة أعددناها إحنا طاقم برنامج سعد صباحك والتلفزيون الأردني من أجل بثها في حلقة خاصة ومباشرة بإذن الله تعالى يوم غد الجمعة. راح تمتد هذه الحلقة من الساعة 8 صباحا وحتى 11 صباحا، فبالتالي راح نعرض لكم الكثير من التقارير عن القدس والإعمار الهاشمي، أيضا راح يكون لنا تقارير منوعة من بيت لحم ومن المناطق الفلسطينية، فانتظرونا في حلقتنا. واسمحوا لي الآن أرجع لزملائنا في استوديوهات التلفزيون الأردني وإليك ألكساندرا لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد. معاوية كل الشكر لإلك، بدي توصل لي سلامي لكل طاقم يسعد صباحك وأيضا لا نقصوص، كل سنة وأنتم سالمين، يعطيكم ألف عافية، شكرا كثير أنكم عم بتقضوا على الحدث الرائع من بيت لحم تحديدا مهد المسيح من كنيسة المهد. ما بنسى أبدا يمكن زيارتي لفلسطين الحبيبة وأيضا زيارتي لكنيسة المهد. تحياتنا لأهل فلسطين، أهلنا هناك برغم من كل التحديات اللي بواجهوها ولكنهم عم بيحاربوا هاي التحديات بالفرح. ينعاد على الجميع يا ربي بكل الخير، وإن شاء الله كمان تكون سنة جديدة بتحمل معاها أيضا الخير والبركة وراحة البال. رح نروح لفاصل قصير أكيد وبعدين بنرجع، بس بدي أأكد أنه إحنا اليوم الخميس، بكرة يسعد صباحك، تابعوا يسعد صباحك زي ما قال معاوية من الساعة 8 لل 11، تفاصيل كتير مهمة من فلسطين الحبيبة.